فتيات جيان المسلمات، أغنية إسبانية تعرف بعائشة وفاطمة ومريم، قصيدة أندلسية تراثية أعاد صياغتها ونشرها الشاعر والكاتب الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا. بطلات القصيدة ثلاث فتيات موريسكيات، عائشة وفاطمة ومريم، خرجن لقطف الزيتون والتفاح في حقول مدينة جيان الأندلسية، ففوجئن بالأشجار عارية بعدما قطف مسيحي مملكة قشتالة ثمارها حين سرقوا البلاد. مصير مؤلم عاشته جيان بعدما كانت من أعظم قواعد الأندلس الوسطى ومن أمنع مدن الأندلس، وكانت تسمى جيان الحرير لاعتناء باديتها وحاضرتها بدود القز. ثلاث فتيات مسلمات ناضرات ذهبن لقطف التفاح في جيان، فوجدنه قد قطف، عائشة وفاطمة ومريم. القصيدة التراثية صورت التنصير القسري لمسلمي الأندلس الذين تشبثوا بأرضهم وآثروا البقاء على الرحيل، ومن هؤلاء مريم وعائشة وفاطمة أجبرن على تغيير دينهن إلى المسيحية. قلت من أنتن أيها الآنسات يا سارقات حياتي؟ مسيحيات نحن وكنا مسلمات، في جيان عائشة وفاطمة ومريم. القصيدة التراثية تحولت إلى أغنية خالدة بنكئها الجرح ووصفها مأساة الموريسكيين أهل الأندلس الذين أجبروا على اعتناق المسيحية ولم ينسوا قط ماضيهم الإسلامي.